سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. الفيديو ديال اليوم نوريكم كيفاش هاد الزواقه د المعلم خاويه كيف ما كتشوفوها. هي خاويه وكيفاش حنايا عمرناها. هي عمرناها بثلاثه ديال الالوان. الالوان اللون الاولاني مات بيستاش، والزيتي بالحجر، والبيج حتى هو مات. ومن بيناتهم عملنا هاد السيبورات. هادو اول حاجه حنايا ساليت الصدر كامل، هبطتو بهاد الشكل هذا. بقى لي اليد باش عملت لكم الفيديو. اول حاجه حنايا اليد باش خصنا نعملوه بالزمرد ويكون فيه الالوان بزاف، اول حاجه كنشبروا اليد الاولاني، واليد الثاني خصنا نجيبوه بغارتو باش نعملو نفس الاتجاهات ديال الكولوريس، باش ما نعملوهمش مخربقين، باش ما يجيش يد في شكل ويد في شكل. اول حاجه دابا شنو غنعمل، غنحاول نشوف شنو عملت هنايا. هنايا عملت الزيتي، يعني هنايا خصني نعمل الزيتي. نبداو مع بعضنا. اول حاجه غنسميو الله، بسم الله، وغنثبت الخيط مره ثانيه، ودائما الخيط على أربعة. وانا كنخدم بالخيط العادي. بنات كاينه بزاف كيسقسيوني باش كتخدم، ها انا بالخيط العادي كيف ما كتشوفوا الخيط ديال الخياطه. غنشوف غنجبد هذا الزمرد، هذا هو اللي غنحتاجو، غنفسخو باش نخدم به. اول حاجه غنشبر ثلاثة ديال الجوهرات، واحد جوج ثلاثة، ها هما. غنغرزهم غنجي قدامهم هيدا، غنشبر غنعمل سيبورتا ها هي السيبورتا. عندي قدامه انا من ثلاثه ديال الحجرات، وهيدا غنمشي بنفس الطريقه. هنايا كيبقى الاختيار ديالكم، يمكن تعملوا موزون، يمكن تعملوا جوهر مهرس. حنايا في هذا الموديل هذا عملنا زمرد. كاين بنات اللي كيسقسيوني عطيني الرشمه، انا ماشي انا اللي كنزوق هذا، هذا كيجي بالزواق ديال الماكينه كيف ما كتشوفوا، يعني المعلم هو اللي كيعملو، انا فقط كنبتو. ها هو غنجي هنا انا من ثلاثة، انا مشي بنفس الطريقة انا عمرة. هيا نجي قدامه، انا عمل سيبورتا هيدا، نجي قدامه انا من زمرد. هادي كاملة نبتها بنفس هذه الطريقة. هادي الأخرانية عيجي سيبور. وها أنا ساليت الدورة ديالي. دابا شنو غنعمل، يعني كل دورة خصني نثبت الخيط، مرة الأولانية ومرة الثانية عادك نعقد ونقطع. علاش؟ يعني كل دورة بوحديتها، ماشي حنايا كاينة بعد الخياطات الله يهديهم كتجبر خدمة هنايا وخدمة هنايا بنفس الخيط، يعني كتجي الخدمة مكركمة.
دابا شنو غنعمل؟ يعني هنايا عندي البش، غنبدا من هنايا نثبت الخيط كيف ما كنعمل دائما، ونجيب ثلاثة ديال الجهارات ها هما، هنعمل سيبور وجوهرة، هنايا غيبقى لي الخوا، إما نعمل وحدة أو لا نعمل جوج. شوف إلا عملت جوج غيجيوني مكركبين، حاول نعمل غير وحدة. بنفس هذه الطريقه هذه غنخدم هادو كاملين بلاش ما نطول عليكم بالفيديو، غنوريكم كيفاش عملت هاد الورده هذه، ورده هذه بديت من الراس هيدا، غنثبتو الخيط كيف ما دائما. اللي كتخاف عندك الخيط يبان لهنايا ثبتو من تحت، حيتاش انا كنعملو تحت الخدمه، لي كتخافي بلا تعملو تحت الخدمه كيف ما كنقول لكم انا دائما. سيبور تا نبداو السيبور هو الاولاني. هاد السيبور هذا كيتباع، كاين اللي كيبيعوه 15 فرانك، كاين اللي كيبيعوه 20 فرانك الوحده، ولكن انا كنفضل نشري باكيه لان باكيه كتبقى لي، او كاين اللي كيبيع نص باكيه. هاد المره هادي شريت انا غير نص باكيه، كتنقام لك رخيصه شويه. هيا ثلاثه هاد، هيا انا شريت نص باكيه ب 25 درهم، لان هي باكيه ب 45 درهم، انا شريت نص باكيه ب 25 درهم، يعني كتنقام شويه غاليه، ولكن ماشي مشكل لانني انا عندي البروده شويه في الدار. ولا طولوا لي هادو بزاف كي ما كيبقاوش مزيانين، واخا كنعملهم بلاستيكه ما كيبقاوش مزيانين، لهذا كنحاول نشري انا غير اللي نخدم به وصافي، هذا احسن ما تشريو الحبه. اما الا كنتو عاد خدموا شي حاجه خفيفه نشريو واخا هي بالحبه. هاهي وكيف كنقول لكم انا دائما حاولوا ملي تشريو هادشي خبعوهم مزيان في بلاستيك باش كيبقى الجوده ديالهم مزيانه. اما الا نزلتيهم واخا تكون كتخدم بهم ونزلتيهم شي بلاصه واخا ما يكونش عندك الرطوبه او البروده، راه ما يبقاوش مزيانين. من الاحسن دائما تشد عليهم، وحنايا من الاحسن بالاحسن ملي نتينا تنبت شي قفطان فحال هيدا، الاحسن يكون عنده بلاستيكه وخبعو، يعني ما تشبرش غير طوي الحاجه ديالك وتنزلها، لان هادو كيمشيو وبعد بزاف على البارفان او كولونيا، لانها كتبدل اللون ديال السيبور. هادو النصائح بزاف د البنات كي سقسيوني عليهم، بغيت نجاوب يعني فرصه هادي باش نجاوب على بعض الاسئله. انا عملت واحد القفطان مؤخرا نبتسو
بالبشر والزمرد عشوائي. بزاف ديال الناس سقسوني قالوا لي باش عملتي ديك الزيكزاك. انا لو كنتو نتوما لاحظتوا في الفيديو، لاحظتوا مزيان في الفيديو، انا قلت بان هاد الزيكزاك هذا بالماكينه، يعني عند مول الطرز ديال الماكينه او الطرز. دابا كاينه الطرز ديال الكمبيوتر، يعني كتدي له الرشمه هو كيعمل لها فقط زيكزاك. او الى ما كانش عندك نتينا الوقت بزاف، يعني يمكن تدهن الزواق معلم وتعطيه الرشمه خاويه وتقول له اعمل لي هاد الزواق هذا خاوي ويعدلو لك. ما كينقامش غالي بزاف، وحتى نتينا كينقص عليك ديك التماره اللي نتينا عاد تراسي وعاد تعمل بالجوهر مهرس او بالطرز ديال اليد، يعني كيوفر عليك الوقت. خصنا نردو البال دائما، لان كيف ما كتشوفوها هو الخيط، لان مول طرز ديال هاد الزواق د المعلم ما نقاش هادشي اللي جمع لي انا الخيوطه هنايا. بعد ما نقيت هادشي غنرجع للخدمه ديالي. كيف ما كتشوفوا كنعمل هذه الطريقه، هذه ها هي كنعمل سيبورا، ثلاثه ديال الجوهرات، ثلاثه جوهرات سيبورا، ثلاثه جوهرات. كيف ما كتشوفوا هذه عندي في القاع صغيره، كيف ما في اليد هنايا جات هذه الورده هذه كبيره. شنو غنعمل لها؟ ها هما عندي هنايا سيبورا، ثلاثه جوهرات سيبورا، سيبورا، ثلاثه جوهرات سيبورا، يعني سيبورا كنبدا بها والسيبورا كنسالي بها. هاد الطريقه هذه يعني بلا ما نطول عليكم انا في الفيديو. واخر حاجه كنعملها هي هاد الحجره هادي اللي الا شفتو حتى هي مات، عندها هاد السنينات هادو. كنحاول ندوز الخيط ما بين هاد السنينات هادو، والصراحة كيف ما كتشوفوا يعني فرق كبير ما بين الحاجة هين مزوقة والحاجة مزوقة ومنبتة. كندور ما بين هاد السنينات هادو كاملين باش كيشبر لي مزيان في التساو وما يطيرش مع اللبس. واخر حاجه كنعملها كنثبت مزيان مره الاولانيه ومره الثانيه ونعقد مزيان باش ما يتقطعش الخيط. واخر حاجه كنقطع. دابا بعد ما ساليتو هذا هو الفوقاني ديالو كيف ما كتشوفوا، يعني جبدنا هاد اللون هذا كريمه هو اللي عملناه هنايا، وجبدنا هاد الزيتي هذا هو اللي عملناه هنايا، وجبدنا هاد البيستاش هذا اللي هو المات اللي هو اللون ديال التساو او اللون ديال الخياطه. هادو هما الالوان اللي عملنا. كنتمنى يكون الدرس مفيد وعجبكم، مع درس اخر ان شاء الله، وشكرا.